الأصالة عن نفسي والنيابة عن القيادة التنفيذية لشركة كويتية نفط الخليج وعمليات الخفج المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة، أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والحكومة السعودية الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 93، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدينا نعمة الأمان والأمان والتقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أشرف الصلاة وتم التسليم. يسرني ويسعدني أن أتواجد معكم في هذه الاحتفالية الجميلة بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية 93، وهذه فرصة جميلة أتواجد معكم في شركة نفط الخليج وأشكرها على الاحتفاء، وهذا ليس المستغرب عليكم، وكما عودونا في السابق وكما عودنا المجتمع الكويتي والخليجي بشكل عام على هذه الاحتفالية ومشاركة المملكة في كل احتفالاتها. مرة أخرى يسعدني أن أكون متواجد معكم، وألف شكر على هذه الاحتفالية وما قصرتم.